أنا بدي أسجل. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف التاسع بمادة الأحياء، معكم معلمتكم مس منال عبيدات. اليوم رح نتعرف أعزائي على جهاز جديد من أجهزة الجسم، بعد ما تعرفنا على مجموعة من الأجهزة الأساسية الموجودة في جسم الإنسان. ابتدأناها بالجهاز الهضمي انتقالا إلى جهاز الدوران، وأنهينا الحصة السابقة الجهاز التنفسي. اليوم رح نبدأ بجهاز الإخراج. الرجاء عزيزي الطالب متابعة شرح الدرس من الكتاب صفحة 37. أعزائي الطلبة، كلياتنا بنعرف إنه جسم الإنسان في حالة مستمرة من عمليات البناء والهدم، اللي هي المقصود فيها عمليات الأيض، وينتج من هذه العمليات الحيوية فضلات يجب على الجسم أن يتخلص منها، لأن بقائها وتراكمها يؤديان إلى خلل في الوظائف التي تؤديها خلايا جسم الإنسان وأجهزته. لهيك يجب على جسم الإنسان أنه يتخلص من هاي الفضلات. لذلك بتخلص جسم الإنسان من فضلات الزائدة عن جسمه من خلال جهاز الإخراج. ما المقصود بعملية الإخراج؟ الإخراج هو التخلص من مخلفات عمليات الأيض والمواد الزائدة في الجسم. إذن الإخراج هو التخلص من مخلفات عمليات الأيض والمواد الزائدة في الجسم. تقسم أجهزة الإخراج في جسم الإنسان إلى جهازين، الجهاز الجلدي والجهاز البولي. اليوم بالحصة هاي رح نتعرف على الجهاز البولي، رح نتعرف على موقعه في جسم الإنسان ومما يتركب وكيف بيتم تكوين البول داخله وكيف بيتم التخلص منه. تفحص عزيزي الطالب الشكل 4-26 صفحة 37 الذي يوضح موقع الكليتين في جسم الإنسان في الشكل ألف، والشكل باء يوضح تركيب الجهاز البولي، ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. منلاحظ أعزائي الطلبة من الشكل ألف أن الجهاز البولي يوجد في الناحية الظهرية، إذا منتبهين هون في الناحية الظهرية للتجويف البطني، يعني انت لو تحط ايدك على بطنك ماشي، وحط ايد من جهة ظهرك على جهة التجويف البطني، رح نجد ان من كلا الجهتين اليمين واليسار يقع ايش عندي الجهاز البولي. اذا يقع الجهاز البولي من الناحية الظهرية للتجويف البطني خلف الامعاء، خلف الامعاء. اذا الشكل الالف وضح لنا موقع الجهاز البولي في جسم الإنسان. هلأ مما يتركب الجهاز البولي، منلاحظ من الشكل باء إنه في عندي الكلية. الكلية عندي كليتين موجودات، لاحظ الكلية جهة اليمين كلية جهة اليسار، ويمتد من كل كلية حالبان وهي قناة ماشي عضلية رفيعة جدا بتكون اسمها الحالب. إذا لدينا كليتان، من كل كلية يمتد حالب قناة طويلة، هاي القناة تنتهي بالمثانة، في المثانة وهي كيس عضلي تجمع فيها البول. إذا بيتم تكوين البول في الكلية، ينتقل البول من الكلية عبر الحالبان وصولا إلى المثانة. المثانة بتم فيها زي الكيس، بتجمع فيها البول وبتجهزه حتى يتم التخلص منها وإخراجه خارج الجسم عن طريق قناة مجرى البول. إذا وضح الشكل تركيب الكلية الجهاز البولي من الكلية، الحالب، والمثانة، والفتحة البولية اللي هي قناة مجرى البول. هلأ في عندي مجموعة من الأسئلة مرافقة للشكل. أعزائي الطلبة بتمنى منكم تجاوبوه على الكتاب. ما اسم القناة التي تنقل البول من الكلية إلى المثانة؟ الحالب. ما اسم الجزء المسؤول عن تخزين البول؟ حكينا المثانة، وهي كيس عضلي مرن يتجمع فيه البول قبل أن ينتقل إلى مجرى البول. بتمنى منكم تدونوا الإجابة وتعريف المثانة، ضروري جدا. ما اسم القناة التي تنقل البول من المثانة إلى خارج الجسم؟ الفتحة البولية. إذا لاحظنا أعزائي الطلبة من خلال مناقشتنا للشكلين السابقين إنه واللي هو اللي وضح موقع الجهاز البولي في جسم الإنسان وتركيبه،
وجدنا أن أو نستنتج أن الجهاز البولي يوجد في الناحية الظهرية للتجويف في البطن خلف الأمعاء. يتكون الجهاز البولي من كليتين وحالبين ينقلان البول إلى المثانة البولية. ينتقل البول من المثانة إلى مجرى البول ثم إلى الفتحة البولية لطرحه خارج الجسم. إذن هذا ما استنتجناه من خلال مناقشتنا للأشكال السابقة. هلأ خلينا نتعرف على الكلية، مكان ما بتكون البول، مما تتركب الكلية، لنناقش معا أعزائي الطلبة الشكل صفحة 4 إلى 27، 4 إلى 27، صفحة 38 جدا مهم تركيب الكلية. منلاحظ من الشكل أن الكلية تتكون من القشرة والنخاع، لاحظ موقعها داخل الكلية، وحوض الكلية، حوض الكلية. وما ننسى أعزائي الطلبة أن ما يحيط الكلية من الخارج محفظة قوية، يعني هي محفوظة ضمن محفظة قوية. إذن تتركب من القشرة والنخاع وحوض الكلية، ويحيطها من الخارج محفظة قوية، محفظة قوية. إذن نستنتج من الشكل السابق أن الكلية تتركب من 3 مناطق رئيسية، هي القشرة والنخاع وحوض الكلية، ويحيط بها من الخارج محفظة قوي. هيك منكون أعزائي الطلبة اتعرفنا على موقع جهاز البولي داخل جسم الإنسان، اتعرفنا على مكونات أو أجزاء الرئيسية للجهاز البولي، وتعرفنا على تركيب الكلية. إن شاء الله سنتابع إن شاء الله الحصة القادمة تركيب الكلية وكيف تلائم تركيبها مع تكوين وظيفتها له تكوين البول إن شاء الله. إن شاء الله دمتم بحفظ الله ورعايته. لكن أعزائي الطلبة الرجاء تعيين كل ما سبق من شرح على الكتاب وإرفاق الصور لمربية الصف، هذا بدي أعتبره واجب. ودمتم بحفظ الله ورعايته.